قام حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بزيارة إلى مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر. وكان في استقبال سموه رعاه الله وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع، حيث تفقد سموه حفظه الله أرجاء المسجد وذلك بعد الانتهاء من الترميمات والإصلاحات لكافة الأضرار إثر الهجوم الإرهابي الشنيع العام الماضي. ثم قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بالتوقيع على سجل التشريفات. وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله بالسلام على أهالي الشهداء الذين استشهدوا جراء هذا الحادث الإرهابي الآثم، مؤكدا سموه لهم إن وحدتنا الوطنية هي السياج المنيع لحفظ الأمن وما يتحلى به المواطنون الكرام من روح وطنية سامية ومشهودة جبل عليها أبناء الكويت من محبة وتفاني لوطنهم وولاء له. سيصدون بعون الله تعالى كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، متضرعا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلبس المصابين ثياب الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت العزيزة وأهلها الأوفياء من كل شر ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. كما أشار سمو ولي العهد حفظه الله أنه بعد مرور عام على هذا الحادث الجسيم الذي لحق بمسجد الإمام الصادق عليه السلام وما شابه من دمار وخراب نتيجة فكر إرهابي منحرف، فإننا نحمد الله جميعا على إنجازه بفترة وجيزة وعودة الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة لنثبت وحدة الأمة في مواجهة أي انحراف، سائلين المولى عز وجل في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن يوحد جهودهم لما فيه خير وسلامة الأرض واستقرارها، مؤكدا سموه على أن الشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا أسرة واحدة ويد واحدة في السراء والضراء. هذا وقد أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله الصلاة في المسجد. رافق سموه رعاه الله خلال الزيارة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأمرية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح. يا والدا للدار أرخى جناحه فأنت لها ذخر وأنت لها مرسى.
احنا دائما في خدمة الوطن. انتم ما شاء الله مظلة كلهم مظلة مو بس على الكويت حتى على المنطقة واحدة كلها. الله يحفظكم حياك. في من يريد ان يفرق بين هذا ما حد يقدر طال عمرك وجودك طول العمر انت والشيخ. الله لا يحكم مكروه ان شاء الله. شيء بعد طعام تفضل. يلا فمان الله كريم طال عمرك. ذو شهداء مسجد الإمام الصادق عبروا عن شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بزيارته المسجد التي جسدت أسمى مظاهر التلاحم والوحدة التي جبل عليها حكام الكويت منذ القدم بوقوفهم إلى جانب شعبهم في السراء والضراء. كما أكد أهالي الشهداء أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله للمسجد بعد ترميمه جسدت اللحمة الوطنية بين الحاكم والمحكوم وأثبتت مرة أخرى أن شعب الكويت شعب واحد متضامن متكافل منذ القدم. بداية أشكر صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح على افتتاحه للمسجد والوقفة اللي مو غريبة عليه نهائيا مثل ما تفضل وقالها قبل سنة ان هالشغلة هذه اللي ابناء دولة الكويت ومثل ما قال هذول عيالي واثبت لنا ان فعلا نحن ابناء اللي هو الوطن هذا وابناء دولة الكويت. اولا اقدم شكري الجزيل لحضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه على حضوره ورعايته لبناء وعمارة مسجدنا مسجد الامام الصادق عليه السلام. وما هذا بشيء غريب على حضرة صاحب السمو وهو أمير الإنسانية والكرم والعطاء. حقيقة هذا الشيء يعني ترك في نفوسنا ورفع معنوياتنا شيء جدا عظيم. فأكرر شكري لحضرة صاحب السمو ولكل من شارك في إعادة بناء هذا المسجد وهذه اللحمة التي طبعت في قلوبنا شيء مشرف حقيقة. حفظ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح على هذه البادرة الطيبة يعني حضوره يعني بداية في يوم التفجير اللي صار والدخول اللي المفاجئ اللي كان في المسجد والكلمة المقولة المشهورة اللي هزت العالم كله اللي هي هذول عيالي. وبعد مرور سنة بالضبط في نفس اليوم اللي انفجر في المسجد حضر صاحب السمو أمير البلاد إلى المسجد وتفقد على ذوي الشهداء وتفقد على المسجد كبنيان وغيره. فهذه بادرة إن شاء الله يعني لن تنسى من ذوي الشهداء ومن الشعب الكويتي كله. تشرفنا اليوم بمعية صاحب السمو بافتتاح المسجد مسجد الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا المكان وشفنا آثار الجريمة كانت موجودة في بعض الأماكن واستذكرنا بعض الحوادث اللي حصلت ذاك اليوم المشؤوم. وإن شاء الله ينعم هذا البلد ولا بالأمن والأمان ولا تتكرر هذه المآسي حق باقي الشعب الكويتي. اليوم كان افتتاح المسجد بحضور حضرة صاحب السمو. نشكره على هالمبادرة والإنجاز اللي تم بهالفترة القصيرة هذه واليوم مرور سنة على الحادث الأليم ونسأل الله أن يتقبل منا الشهداء. أولا مو غريب على سموه الأمير حفظه الله أن يبادر إلى ترميم هذا المسجد بعد الانفجار ولا غريبة على الأمير أن يحضر المسجد والله يحفظه إن شاء الله. دخول سمو الأمير اليوم علينا في المسجد والصلاة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام كانت لفتة كريمة منا وتوحيد للصف الكويتي وإثبات لكل المشككين أن إحنا بالكويت شعب واحد ما عندنا تفرقة ما عندنا أي مذاهب مختلفة كلنا كويتيين وإن شاء الله راح نتم طول العمر وإلى أبد الآبدين عيال هالديرة وتحظل آل الصباح الكرام. بداية اللي شفناه اليوم من تصرف قامت به الحكومة وكذلك من مبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هي مبادرة مو غريبة وكنا متوقعينها. ودائما هذا الأب الحاني اللي عودنا أنه يحتضننا في مثل هذه المناسبات
خصوصا هذه الفاجعة اللي مرت علينا العام، التصرف اللي شفناه، التصرف العفوي الذي جاء من الأب من خلال حضوره لهذا المكان، وبعد سنة تحديدا نراه في مقدمة الذين يحضرون لهذا الافتتاح، يدل على حرصه، يدل أيضا على احتضانه لأبنائه، على اهتمامه فيهم. كذلك الحكومة ممثلة بولي العهد ووزير الداخلية، مجموعة من الأعضاء اليوم شفناهم متواجدين حتى يبينوا استنكارهم لهذا العمل الإرهابي اللي حاول يمس أمن الدولة. طبعا هذا بالمناسبة مرور سنة عن وفاة والدي الشهيد محمد حسين الحاضر، نشكر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته السامية، وهو أبونا، ودائما بالمواقف هذه ما يقصر فيها، وهو كان الأب السامي الذي لا يترك أبنائه. فنشكر سمو الأمير على هذه البادرة والذكرى وافتتاح المسجد الإمام الصادق بعد التفجير الغاشم التي حدث في دولة الكويت. اليوم تعود الذكرى المفجعة، اليوم تعود مشاهد أليمة أدمت وأحزنت قلوب كل الكويتيين. الهجوم الإرهابي على مسجد الإمام الصادق قبل عام، ورغم ما أوقعه من مآسي وأحزان، إلا أن الهبة العفوية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله آنذاك بتوجهه السريع إلى موقع الجريمة للإطمئنان على أبنائه وقوله الخالد هذول عيالي أطفأ نار من كان يريد أن يوقدها فخابت خططهم الشيطانية. التاسع من شهر رمضان المبارك تاريخ لن ينساه الكويتيون أبدا، ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي امتدت يد الإرهاب والغدر إلى جموع المصلين وهم ساجدون في خشوع في مسجد الإمام الصادق في الصوابر، حادثة مفجعة أدمت قلب الكويت، وكان المصاب جللا على الشعب بأسره بكل طوائفه وأطيافه، إلا أنما أثلج الصدور وخفف الوطأة حضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمكان الحادث في اللحظات الحرجة دون موكب أو حماية، فكان من أول من عاين موقع التفجير الإرهابي حيث تفقد أبنائه وإخوانه المواطنين في خطوة تلقائية رسخت الوحدة الوطنية وأبعدت شبح الانزلاق إلى أزمة طائفية. وبذلك ضرب سموه حفظه الله ورعاه أروع الأمثلة لقائد يقف إلى جانب مواطنيه ليواسيهم ويخفف من مصابهم وألمهم حتى سقطت منه الدموع تأثرا لما حدث، وقال في كلمته الخافتة الصابرة الحزينة هذول عيالي، والتي حدد فيها سموه حفظه الله سبب حضوره إلى مكان الفاجعة. كلمتان خفيفتان ولكن معناهما كبير، عبرتا بالصدق عن العلاقة الأبوية بين سموه حفظه الله والمواطنين، واللتان سيسطرهما تاريخ الكويت بأحرف من ذهب، فبهما اهتزت الراية زهوا وولاء، وأعطى درسا لا ينسى في الأذهان والنفوس للعالم أجمع. حكمة الأمير رعاه الله وحنكته لم تقفا عند حضوره مكان الحادث أو تأمين الشهداء وعزائهم، حيث تكفل سموه حفظه الله بإعادة ترميم المسجد الذي طالته الأيدي الآثمة لتزول الفوارق التي أرادها العابثون. وليضيف سموه حفظه الله هذه المبادرة إلى سجله القيادي والإنساني في لفتة أبوية جديدة وليس بمستغربة، خاصة أن يدي سموه البيضاوين ممتدتان إنسانيا إلى أقصى بقاع العالم. عام مر على حادث التفجير يوم أرادت اليد الآثمة أن تعبث بوحدة الكويت فرد كيدها إلى نحرها، وتجلت هذه الوحدة وحدة الكويتيين في أبهى صورها. إنه يوم وقفت الكويت فيه صفا واحدا خلف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحكومته وشعبه، الذي تنادى كالبنيان المرصوص دفاعا عن الوطن الواحد الذي ضربه الإرهاب، ليزيد من وحدة الكويتيين وتصميمهم على مواجهة الإرهاب وصون بلدهم من الفتن. اللهم أسكن شهداءنا الأبرار فسيح جناتك، اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ومكروه، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم آمين.
إذن أيها الأخوة والأخوات، بهذه المناسبة نتشرف الآن باستضافة الدكتور هاني عبد الرضا الشعبان لنستذكر معكم هذه الواقعة. مساء الخير دكتور هاني. بداية لابد أن نوضح بأن رعاية حضرة صاحب السمو، وأيضا لو أخذنا بعين الاعتبار مبادره بترميم المسجد الإمام الصادق وأيضا زيارته اليوم لهذا المسجد بمعيته سمو ولي العهد، لابد بأن هناك دروس معينة وعبر لابد أن نستخلصها من هذا المشهد العظيم. تفضل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر لكم حسن الضيافة ونبارك لكم هذا الشهر الفضيل. طبعا الصورة التي رأيناها من صاحب السمو حفظه الله والحكومة الموقرة هي عبارة عن رسالة موجهة للشعب الكويتي ككل، ألا وهي أننا يجب أن نفخر بوجود رجل له هذه الصورة الأبوية على رؤوس جميع الكويتيين، وأن الهم المجتمع هو همه وعنايته وحرصه على سلامة الوطن والمواطن هي الركيزة الأساسية التي ينطلق بها كل حاكم، وما بالك بمن تمثل بقائد الإنسانية وأبل الشعب الكويتي المحب لشعبه المخلص في قضايا أمته. هذه كلها من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها الشارع الكويتي على أننا نتمتع بقيادة حكيمة لها الروح الأبوية التي تبث العطف والحنان على جميع المواطنين. إضافة إلى ذلك، هذا ليس بالغريب على صاحب السمو وليس بالغريب على حكام دولة الكويت، فمنذ أن تأسست ومنذ أن انطلقنا بنهضتنا الحضارية بين الأمم وبين العوالم، الكويت عرفت حكومة وشعبا على أنهم متكاتفين متآزرين، قضاياهم قضايا واحدة، لا يعبؤون بخصوصية الفرق لأنهم يؤمنون بالتعايش ويؤمنون بضرورة أن يكون الكل متكاتف متحاب يقدم الخير لهذه الأرض التي يعيش فيها الكل ويكتسب من خيرها الكل، فهذا أمر طبيعي. توجه صاحب السمو إلى مسجد الإمام الصادق في العام الماضي قبيل الأحداث التي ألمت بالأمة الإسلامية وبالشعب الكويتي ككل كان أكبر مثال على حرصه الشديد وعلى نبذه للحالة التي يحاول البعض أن يروج لها، ألا وهي الطائفية وغيرها، ولكن في الواقع ليس للطائفية مجال بين أهل الكويت الأصيلين. فمن عاش على هذه الأرض ومن تربى فيها ومن استنشق عبيرها نبذ عن فكره وعن صدره تلك الأنفاس الحاقدة التي تدعو إلى الفتنة وتدعو إلى التفرقة وتدعو إلى شق الصف الواحد. نعم. طيب دكتور هاني، يعني من خلال هذه الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو اليوم وقبل عام، بأن هذه الزيارة لابد بأنها تركز على وحدة دعم الصف الواحد، لو أخذنا بعين الاعتبار دكتور هاني ما تشهده الآن المنطقة العربية من تجاذبات وأيضا فكر متطرف، كيف نحصن نفسنا الآن في الكويت؟ طبعا لا شك إن هناك مشاريع فتنوية موجودة تحاك في المنطقة والكويت ليس بمنأى عنها كما شاهدنا في السنوات الماضية، بل الكويت مستهدفة، وسبب استهدافها لأنها الدولة الأولى التي جبلت حكومة وشعبا وكان لها القدرة الكبيرة من الوعي والمسؤولية لإفشال أي مشروع يدعو إلى تشتيت الصف. الفتن تريدنا لأن نستطيع أن نقول نحن الدولة الديمقراطية التي تشهد ديمقراطيتها وتشهد الحرية الفكرية وتشهد حالة التعايش الموجودة بين أطيافها شيعة سنة اليوم حاضرة وبادية، وكذلك مع تطور المعالم المجتمعية والفئات المجتمعية كالعلمانية والليبرالية وغيرنا زين من الذين لا يدينون بالإسلام، إنما هي أرض ينعم فيها الكل ويأمن فيها الكل، فمن الطبيعي أن تكون مستهدفة للأقليات التي ترى الروح الفتنوية وتريد أن تطبق أجندتها التخريبية أو مهما استطعنا أن نطلق عليها على الكويت
أو على غير الكويت. وشاهدنا يعني طبعا في السنوات الماضية كيف أن البلدان بمسميات متعددة عاشت دمار ما كان يسمى بالربيع العربي أو إلى آخره من المسميات المختلفة. ولكن مع ذلك حكمة الحكومة الكويتية وحكمة صاحب السمو على رأس جميع هذه الصور من الحكمة وحكمة الشعب وتكاتف الشعب استطاعت أن تفوت تلك الفرص على الكل. فهناك صحوة موجودة عند الشعب، ولكن لربما لكوننا بمأمن البعض منا يعيش حالة سبات فكري لأنه في مأمن من المخاطر الخارجية. ومن المفروض أن الإنسان الواعي ألا تمر عليه حالة سبات والمنطقة من حوله متكهربة. فالحادث الذي وقع على الكويتيين في انفجار مسجد الإمام الصادق السنة الماضية صح أهل الكويت من سبات مؤقت عندما أحسوا بالفعل أنه الأخطار التي كانوا يسمعونها هي موجودة ويمكن أن تنال المجتمع الآمن ويمكن أن تنال ما دام هناك مخرب فإن خرابه سوف يصل إلى البلاد الآمنة كما وصله إلى الغير. وكانت هناك رسل أو رسالات من قبل أصابت المنطقة كالتفجيرات التي حصلت في المملكة العربية السعودية والتي أدت بالشيعة والسنة، التفجيرات اللي حصلت في مساجد الشيعة والتفجير الذي حصل في مسجد السنة صحيح، هذه كلها كانت نواقيس خطر تطرق. فكان علينا أن نصحى من سباتنا ونعي إلى أن أصبنا بهذه الحادثة. فهذه الحادثة جمعت شمل الكويتيين وبينت للعالم وبينت لهؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم بأن يخربوا أمن البلاد أنه لا، الكويت عصية. طيب دكتور هاني، يعني إذا أردنا أن نضع عنوان عريض لهذه المبادرة من قبل حضرة صاحب السمو وأيضا الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو بمعية سمو الولايات، ما هي أبرز العناوين التي تفضلتها؟ طبعا أبرز العناوين رسالة صاحب السمو اليوم إذا لم تكن واضحة بالكلام لكنها بالفعل واضحة بالأفعال. نحن كمجتمع كويتي ينبغي أن نعي لعدة مسائل مهمة. إننا كيف نتحصن من المخاطر التي تحدق بنا وتريد أن تهدد أمننا كما هددت الأمن، وماذا ينبغي علينا أن نفعل من أجل تحصين المجتمع زين لكي يجابه تلك الفتن ويجابه تلك المخاطر بروح ليس فيها الإقصاء وبنفس ليس فيه التطرف، وكذلك بلحمة وطنية حقيقية تبدأ تشير إلى مسألة حق التعايش وحب الأوطان من الإيمان، وكذلك أخوية المجتمع الكويتي وإن تعددت أفكاره وإن تعددت مزاجاته وإن تعددت المذاهب فيه. نعم. كل شكر وتقدير للدكتور هاني عبد الله إبراهيم. لا يسعنا إلا نتقدم لك بجزيل الشكر لحضورك معنا في الاستديو اليوم. شكرا لك. حياكم الله. الاعتداء الآثم على المصلين الآمنين في مسجد الإمام الصادق وما خلفه من شهداء ومحن وأحزان أدمى جميع الكويتيين. نستذكر تلك المواقف المتضامنة المتكافلة مع ذوي الشهداء التي ميزت كل أطياف المجتمع، ما جسد أسمى مظاهر الوحدة والتلاحم والتآزر. الأمر الذي خفف من وطأة الفاجعة وأكد للمتربصين بأن وحدة الشعب الكويتي وأمنه خط أحمر. قلب ينبض بالوحدة، هكذا كان الكويتيون دائما وما زالوا يدا واحدة في كل محنة تعترضهم ونبض واحد في كل أزمة تواجههم، مسطرين للعالم أسمى معاني الوحدة وأروع صور التلاحم. فها هي الذكرى الأولى للتفجير الإرهابي الآثم الذي ضرب مسجد الإمام الصادق والذي ارتقى على إثره 27 شهيدا إلى بارئهم وأصيب 227 مصليا.
تمر علينا اليوم لتزيد من وحدة الكويتيين وتصميمهم على مواجهة الإرهاب وصون بلدهم من الفتن. وتوحد الكويتيون خلف قائدهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي كان من أوائل من عاين موقع التفجير الإرهابي، حيث تفقد أبناؤه وإخوانه المواطنين ليطمئن عليهم راجلا من دون موكب أو حماية، فضرب مثلا يحتذى به لعلاقة الحاكم بالمحكوم. ولتكون كلمة سموه رعاه الله هذول عيالي، لتكون بلسما شافيا للضحايا والمفجوعين. ولقد أثبت التعامل الرسمي والشعبي مع تداعيات التفجير الإرهابي، أثبت للعالم أجمع بما لا يدع مجالا للشك وحدة الكويتيين وتلاحمهم والتفافهم حول قياداتهم السياسية وحرصهم على تقوية نسيجهم الاجتماعي كشعب متناغم ومنسجم لا يمكن أن تهزه الصعاب ولا تخترقه الأزمات. كما وأظهر التعاطي الرسمي مع واقعة التفجير للعالم مرة أخرى، أظهر نموذجا فريدا من الحنكة السياسية والقيادة الأبوية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الذي توجه إلى مكان الحادثة خلال وقت قياسي لتفقد أبنائه من الشهداء والمصابين، والتوجيه بالتعامل السريع لكشف ملابسات الحادث وتطويق ما كان يأمل به الإرهابيون من إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار. وشيعت الكويت بأسرها شهداءها خلف قائدها ولبست ثوب الحداد وخيب الظن الإرهاب ومن وقف وراءه، لتعلنها صراحة إنها يد واحدة ضد كل من يعبث بأمنها ويمس مواطنيها. أهلا بكم من جديد. كما نتشرف الآن باستضافة الدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق. مساء الخير دكتور محمد، بداية ما هي باعتقادك العبر والدروس التي من الممكن أن نستفيد من خلال زيارة حضرة صاحب السمو وأيضا سمو ولي العهد لمسجد الإمام الصادق اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الزيارة الكريمة التي تمت في هذا اليوم في هذا النهار بمناسبة مرور عام على هذا الحادث الأليم، هذا الحادث الذي فيه من الغدر، فيه من التعدي على الآمنين في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، لا شك بأنها تمثل قدر اللحمة وكذلك أهمية اجتماع الكلمة خلف القيادة الحكيمة التي سعت إلى إيجاد من هم الذين قاموا بالتسبب في هذه الجريمة وقاموا بهذا الفعل الشنيع، وكذلك تم ترميم ما يمكن ترميمه. ولا شك بأن الكويت قد فقدت من مواطنيها من المصلين ما لا يمكن تعويضه بأي حال من الأحوال، ولكن عزائنا بأن الله سبحانه وتعالى يتقبلهم بواسع رحمته، فهم قد غدر بهم في بيت من بيوت الله وهم يؤدون الصلاة، ومع ذلك أتى هذا الغدر ممن لا يريد بالكويت وأهلها الخير. هذه الزيارة وهذه الصلاة في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بيان كيف بأننا يمكن أن نعيد هذه اللحمة مرة أخرى، ومن يريد أن يفت من عضد الوحدة بين أفراد المجتمع بأي صورة من الصور ولو كان من خلال إسالة الدماء، فإن الرابطة بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، هذا التفجير الآثم لم يفرق بين مواطن ومقيم، كل من كان يتعبد، كل من كان يصلي، فإنه لا يفرق بين أي أحد يعيش على أرض هذه البلاد الطيبة. فلذلك نقول بأن كل من قدم روحه فإنه قد قدم لنا مثال للوحدة للمجتمع بعد هذا الحادث الأثيم الآثم. وكذلك نستذكر ما قامت به وزارة الإعلام مشكورة، ممثلة بمعالي الوزير وسعادة وكيل وزارة، من أنهم قاموا بالاستنفار لإعطاء المعلومات أول بأول، وكذلك الحرص على وحدة الصف. وفعلا قد أثبت الشعب الكويتي، أثبت المجتمع كيف بأن هذه الوحدة مترابطة وقوية،
وأن حتى إسالة الدماء لم يؤثر على هذه الوحدة، وإنما ازدادت الرابطة والكل استنكر، بل الكل يعني استهجن هذا الفعل وشارك، إما شارك بالمشاركة بالعزاء، إما شارك بدمه كما رأينا في التقرير بالتبرع بالدم. هذه المشاركة، هذا العزاء هو كان له الأثر الكبير في تخفيف المصاب. نعم. طيب دكتور، يعني ونحن نستذكر هذه الفاجعة الأليمة، يعني لابد أن نسترجع بالذاكرة الهبة الشعبية في ذلك الوقت. ما الذي من الممكن أن نستخلص منها من دروس باعتقادك، يعني خاصة أن وقدنا بالاعتبار يعني هذه الهبة الشعبية؟ أنا أعتقد بأن لدينا نحن في الكويت موروث ليس هو شيء جديد على المجتمع الكويتي. هناك موروث قديم متوارث في كيفية التعامل بين أفراد المجتمع القائم هذا التعامل على الاحترام، المودة، الترابط الاجتماعي، الحقوق المتبادلة. لا يسمح أحد بالتعدي على أي أحد. نحن لا نسمح بالتعدي على غير المسلمين، فكيف إذا كان على مسلم؟ كيف إذا كان التعدي على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى؟ لذلك وجدنا بأن هذا الاعتداء هو ليس من الداخل، وإنما كما قد بان بأنه هو اعتداء من الخارج. أتى شخص من الخارج وقام بهذا الاعتداء الآثم، لأن لا يمكن أن يكون من أبناء هذا المجتمع في هذه النشأة المتوارثة في كيفية التعاون والانسجام بين أفراد المجتمع أن يحصل هذا الأمر. لا يتصور. الموقف الحكيم لسمو الأمير حفظه الله ورعاه من خلال تواجده الشجاع والمبكر في الحادث كان له الأثر الكبير جدا في ترميم وإزالة هذه الفاجعة التي وقعت على المجتمع، وإعادة الثقة بين أفراد المجتمع بالأمن، وكذلك بالرابطة بين الجميع هم مواطنون، وأن هذا الاعتداء غير مقبول بأي صورة من الصور. كذلك ما قامت به الوزارة مشكورة من تغطيات خلال 3 أيام وهذا العزاء الذي نقل، كل هذه الأمور حقيقة دروس يمكن أن تدون وتسجل. نعم. فلذلك لابد أن نؤكد بأن هناك أعداء يتربصون بنا. صحيح. يتربصون بالمنطقة بشكل عام. علينا أن نحذرهم. هؤلاء لا يفرقون بين مواطن ومقيم. صحيح. لا يفرقون بين أحد. صحيح. وإنما يريدون. ولكن دكتور محمد، يعني لعل السؤال المهم الآن، يعني ما الذي من الممكن يعني أو كيف نحن كشعب كويتي أن نحصن أنفسنا، ولو أخذنا بعين الاعتبار الآن ما تمر به المنطقة بشكل عام من تجاذبات فكرية وأيضا إرهاب، كيف من أين نبدأ باعتقادك؟ أولا علينا أن نكون خلف كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم خلف القيادة. هذه القيادة الحكيمة لابد أن نكون جميعا خلفها، وإلا لو كان كل منا سيكون في ناحية وسوف نفترق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن الالتفاف حول القيادة، لأن هذا مما قد أمر الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني أن نعلم قدر نعمة الأمن الذي نحن فيه، وأن نحافظ على هذه النعمة. انظر إلى بلاد مجاورة كيف حصل بها بسبب فقد هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن. الأمر الثالث أن نؤكد دائما على أهمية الوحدة بين أفراد المجتمع، وأننا لابد أن لا نقبل من أحد أن يفت عضد هذه الوحدة واجتماع الكلمة. الحوار له مكانه، النقاش له مكانه، لأدبياته، لضوابطه. أما أن يكون بهذه الصورة هذا أمر مرفوض بكل الصور. الأمر الرابع تنشئة الأجيال على هذا الحوار، على هذا التعايش، على هذا الإحسان للآخرين، وليس بهذه الصورة المرفوضة. لذلك كل هذه الأمور نصل بها بإذن الله إلى وحدة مستمرة، إلى ترابط مستمر. لقد وجدت هذا الحادث الأثيم الذي وقع لهذا المسجد، لبيت من بيوت الله، ما زاد أهل الكويت إلا وحدة وترابط. نعم. والكل استنكر، بل ذاك اليوم قد أمست الكويت كلها حزين، والكل حزن بفقد هؤلاء الأبرياء الذين تم الاعتداء عليهم. فكان حادث أثيم
مؤلم للجميع الكبار والصغار بلا تفريق بين أفراد المجتمع. لذلك لابد أن نحافظ على الأمن والأمان وأن نعلم بأنها نعمة عظيمة لا يجوز لنا أن نتعدى على أحد بأي حجة من الحجج. كل إذا شكر. كان الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كل شكر والتقدير للدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة السابق. شكرا لك لحضورك معنا ومشاركتنا في هذا اللقاء. شكرا لكم ومشاهدي الكرام.